من أيوب الصديق بركته المقدسة تكون معنا أمين. أما أنا فصرت أغنيتهم وأصبحت لهم مثلا، يكرهونني يبتعدون عني وأمام وجهي لم يمسكوا عن البصق، لأنه أطلق العنان وقهرني فنزع الزمام قدامي. عن اليمين السفل يقومون يزيحون رجلي ويعدون علي طرقهم للبوار، أفسدوا سبلي أعانوا على سقوطي لا مساعد عليهم، يأتون كصدع عريض تحت الهدة يتدحرجون، انقلبت علي أهوال طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي. فالآن انهالت نفسي علي وأخذتني أيام المذلة، أي الليل ينخر عظامي في وعارقي لا تهجع، بكثرة الشدة تنكر لبسي مثل جيب قميصي حزمتني، قد طرحني في الوحل فأشبهت التراب والرماد. إليك أصرخ فما تستجيب لي، أقوم فما تنتبه إلي، تحولت إلى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني، حملتني أركبتني الريح وذوبتني تشوها، لأني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى بيت معاد كل حي. ولكن في الخراب ألا يمد يدا؟ في البلية ألا يستغيث عليها؟ ألم أبكي لمن عسر يومه؟ ألم تكتئب نفسي على المسكين؟ حينما ترجيت الخير جاء الشر، وانتظرت النور فجاء الدجى. أمعائي تغلي ولا تكف، تقدمتني أيام المذلة، اسودت لكن بلا شمس. قمت في الجماعة أصرخ، صرت أخا للذئاب وصاحبا للنعام. اسود جلدي علي وعظامي احترقت من الحمى فيا، صار عودي للنوح ومزماري لصوت الباكين. عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء؟ وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الأعالي؟ أليس البوار لعامل الشر والنكر لفاعل الإثم؟ أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي؟ إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش، ليزني في ميزان الحق فيعرف الله كمالي. إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني أو لصق عيب بكفي، أزرع أزرع وغيري يأكل وفروعي تستأصل. إن غوى قلبي على امرأة أو كمنت على باب قريبي، فلتطحن امرأتي لآخر ولينحني عليها آخرون، لأن هذه رذيلة وهي إثم يعرض للقضاء، لأنها نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستأصل كل محصولي. إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي، فماذا كنت أصنع حين يقوم الله؟ وإذا افتقد فبماذا أجيبه؟ أوليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم؟ إن كنت منعت المساكين عن مرادهم أو أفنيت عيني الأرملة أو أكلت لقمتي وحدي فما أكل منها اليتيم؟ بل منذ صباي كبر عندي كأب ومن بطن أمي هديتها. إن كنت رأيت هالكا لعدم اللبس أو فقيرا بلا كسوة،
إن لم تباركني حقواه وقد استدفأ بجزة غنمي، إن كنت قد هززت يدي على اليتيم لما رأيت عوني في الباب، فلتسقط عضدي من كتفي ولتنكسر ذراعي من قصبتها، لأن البوار من الله رعب علي ومن جلاله لم أستطع. إن كنت قد جعلت الذهب عمدتي أو قلت للإبريز أنت متكلي، إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروتي ولأن يدي وجدت كثيرا، إن كنت قد نظرت إلى النور حين ضاء أو إلى القمر يسير بالبهاء وغوى قلبي سرا ولثم يدي فمي، فهذا أيضا إثم يعرض للقضاة لأني أكون قد جحدت الله من فوق. إن كنت قد فرحت ببلية مبغضي أو شمت حين أصابه سوء، بل لم أدع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة، إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحد لم يشبع من طعامه، غريب لم يبت في الخارج فتحت للمسافر أبوابي، إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء إثمي في حضني، إذا رهبت جمهورا غفيرا وروعتني إهانة العشائر فكففت ولم أخرج من الباب، من لي بمن يسمعني؟ هو ذا إمضائي ليجبني القدير، ومن لي بشكوى كتبها خصمي، فكنت أحملها على كتفي، كنت أعصبها تاجا لي، كنت أخبره بعدد خطواتي وأدنو منه كشريف، إن كانت أرضي قد صرخت علي وتباكت أتلامها جميعا، إن كنت قد أكلت غلتها بلا فضة أو أطفأت أنفس أصحابها، فعوض الحنطة لينبت شوك وبدل الشعير زوان. تمت أقوال أيوب، فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه، فحمي غضب أليه ابن برخيئيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب، وكان أليه قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما، فلما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمي غضبه، مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى أبد الآبدين كلها، أمين.